هلا صرنا بالسؤال الاخير لدوره 2024 علوم عامه اس جي جي اس. هذا السؤال هو سؤال سويت سيكونس. طلب منا اول شيء ان نبرهن انه هذا السويت هو ديكروسون يعني ديكريسينج. فبكل بساطه شو بنعمل؟ مع هون عندنا في ان، فكل عليه اعمل كالكيل لميل للفي ان بلس ان موان في ان ماينس في ان. هلا اذا طلع الجواب اصغر من زيرو يعني هذا دليل انه هذا السويت هو ديكروسون ديكريسينج. اذا طلع معي اكبر من زيرو يعني هو كروسون انكريسينج. فانا بهمني السين، بهمني الساين. انا يعني لما بدي اعمل تركيل هلا انا بهمني، ما بهمني الرقم، ما بهمني الجواب، بهمني السين تاعه الساين اذا كان بوزيتيف او اذا كان نيجاتيف. طيب هلا بحط كل شيء بقيمته. هون عندنا الفي ان بلس ان، مين الفي ان بلس ان؟ هي ذاتها، بس محل الان شو بكتب؟ محل ان بلس ان، وين في ان؟ هون في ان، فمحل الان شو بكتب؟ ان بلس ان، والاكس بتضلها اكس. فهون شو بدك شو بصير عندنا؟ صار عندنا 2 3 اي باور ماينس اكس، اكس ماينس 2 محل الان شو بنحط؟ ان بلس 1 دي اكس ماينس. هلا بنحط ماينس. هلا الفي ان، مين الفي ان؟ برجع بكتبها هي ذاتها هيدي. طيب هنا كيف؟ طيب هلا مثل ما اتفقنا ما هدف نعمل الكالكيل، بهمنا الساين. فمشان هيك انا لاحظنا انه هون عندنا انتجرال وهون عندنا انتجرال، وهون الانتجرال هي من 2 ل 3 وهون كمان من 2 ل 3. فانا بقدر اعمل انتجرال وحده. ليش؟ انه هون انا نحن قادرين ناخذ فاكتور كوما، كومن فاكتور، مشان نقدر ناخذ فاكتور كوما. فحاكتب انتجرال وحده اللي هي من 2 ل 3 مو اكس، اكس مو 2 ان بلس 1 ماينس دي اكس. شفتوا شو عملنا؟ يعني عملت انتجرال وحده، ما عندنا اثنين انتجرال بس نفسهم هن زيتهم. ليش؟ انه هي هم من 2 ل 3 هم من 2 ل 3 هون كمان من 2 ل 3 من 2 ل 3. فبحق لي اكتب انتجرال وحده وحطهم كلهم هون جوا. هلا ليش عم بعمل هيك؟ مشان اقدر اخذ فاكتور كوما. هلا صار فينا ناخذ فاكتور كوما، كوما فاكتور. شو باخذ فاكتور كوما؟ هون عندي اي ابسنس مو اكس، هون عندي اي ابسنس مو اكس، اي باور ماينس اكس. هيك اخذها كوما فاكتور. كمان هون عندي x مون 2 على بسونس n بلس 1، هون عندي x مون 2 على بسونس n. طيب انا هون باخذ الاصغر، مين الاصغر؟ هي x على بسونس x مون 2 على بسونس n. ليش؟ لانه هي الاكس على x مون 2 على بسونس n بلس 1 هي عباره عن شو؟ هي x هي ايجال x مون 2 على بسونس n باور n تايمز x مون 2. فهون عندنا x مون 2 n وهون عندنا x مون 2 n، فحاخذها كمان فاكتور كوما x مون 2 على بسونس n. طيب بفتح هلا بارانتيز، شو بفضل هون؟ بفضل x مون 2 بس وحدة. ليش؟ انه احنا اخذين x مون 2 البسونس n البسونس n فاكتور كوما، ففضل هون فضل x مون 2 وحدة. ليش؟ انه هيدي n بلس 1. هون شو بفضل؟ بنكتب 1 ماينس. طيب هون شو بفضل؟ احنا اخذين هذه فاكتور كوما، اخذينها كلها فاكتور كوما، مع انه بفضل 0. لا، اذا ما فضل شيء يعني بفضل 1. لما نحن لما بناخذ فاكتور كوما اذا هون ما فضل شيء، ما هيدي اخذنا فاكتور كوما ما فضل شيء، ما انه والله زيرو نحط زيرو، لا نحط اه نحط محل 1. هلا ايجال لك ان، شو بصير عندنا هون؟ عندنا اكس، عندنا موان دو موان هي موان 3 ماينس 3. طيب مثل ما اتفقنا نحن بهمنا شو؟ بهمنا نعرف جواب، بهمنا نعرف السين الساين نحن. طيب لكن نحن ما الهدف نعمل كالكيول؟ بنلاحظ انه هون هو عاطيني الاكس من لوين؟ الاكس هي من الدوله تو. ليش هيدي تحديدا اكس؟ لانه هون معنا دي اكس، فهي الانتجرال هيدي من هون لهون بقصد فيها الاكس، الاكس هي من الدوله تو. فهي هون الاكس هي من لوين؟ حط او ايجال، ليش؟ لانه هي من بيناتهم في دو تو، حط هون او ايجال. فالاكس هون هي من الدوله تو. نحن هدفنا نعرف السين تاعت هيدي اذا كانت اكبر من زيرو او اصغر من زيرو. طيب هون الاكس موان 2، إذا كانت الإكس بين الدو والتروا، الإكس موان 2، شو بكون أكبر من زيرو ولا أصغر من زيرو؟ أكيد حتكون أكبر من زيرو، أكبر أو إيجال زيرو. ليش؟ إنه الإكس هي أكبر أو إيجال من 2. شو يعني عشان الإكس أكبر من 2؟ نتخيل هون الإكس محطوط رام أكبر من 2، مثلا 2.1 2.1 ناقصه من 2 حتكون رام أكبر من زيرو، مثلا 2.5 محل الإكس حطوا 2.5 موان 2 حتكون أكبر من زيرو. ليش؟ انه طالما الاكس هيدي، طالما الرقم هون هو اكبر من هيدي، فالجواب حيكون اكبر من زيرو، وممكن يكون 2،
عشان هيك حطيت او ايجال 0. ليش؟ هون ممكن يكون اكس ايجال 2 فتصير 2 مون 2 0. كمان اكس مون 3، اكس مون 3 شو حتكون اكبر من 0 ولا اصغر من 0؟ هون شو عندنا شرط؟ عندنا شرط انه الاكس موجوده بين ال 2 وال 3، الاكس بين ال 2 وال 3. شو يعني بين ال 2 وال 3؟ يعني اصغر من 3، اصغر او ايجال من 3. طيب اذا كانت اصغر من 3 هون الاكس، اذا كانت اصغر من 3 يعني مثلا 2.5، طيب 2.5 مون 3 2.5 ماينس 3 حيث تكون رقم اصغر من 0. ها؟ طيب اذا كانت الاكس 3 بتصير 3 مون 3 حتصير 0، عشان هيك انا حطيت هون او ايجال 0. طيب لكن هون دائما الاكس مون 3 حتكون اصغر من 0، الاكس مون 2 هي اكبر من 0، والاي ابسنس مو اكس هي لوحدها هيدي اكبر من 0. ليش؟ لانه شو ما كانت الاكس هون، شو ما كانت الاكس، الاي الاي باور حيلا رقم، يعني لو كان نيجاتيف اللي فوق البويسانس حتكون رقم بوزيتيف، لكن هاد بوزيتيف هون هيدي بوزيتيف وهيدي نيجاتيف، فعنا نيجاتيف فوق بوزيتيف حتكون نيجاتيف، فمشان هيك هي اصغر من 0. فمشان هيك هي شو؟ هيك رح برهن انا ديكروسون ديكريسينج. طيب هلا بننتقل لهون، طلب مننا نعمل انتجرال لها. عشان متشبه هي شو متشبه؟ كان عم نعمل انتجرال للاي فوا في بريم، فهي اي في موا انتجرال للاي بريم في، لكن هي شو بتشبه؟ بتشبه انتجرال للاي في بريم هي، لكن هي ايجال اي في موا انتجرال للاي بريم في. هيدي رول للحفظ، احفظوها، او محل الفي بريم حطوا دي في، محل الاي بريم حطوا دي اي، بس انا هيك بستسهلها اكثر يعني للنظر. لكن شو هل انتجرال فينا نعمل لها انتجرال دغري؟ لا، بدنا نستخدم رول. هذه هي الرول اللي نستخدمها، ليش؟ انه تشبه شغله مضروبه بشغله ثانيه. هلا نحن الاضبط نسمي الاي هي نسميها اي، ليش؟ هلا سميناها هيدي اي، حتصير الدو اي ديريفيل على، حتروح الاكس من هون، هون حتصير وهذه حتخف، بدل الاكس دو حتصير دو اكس، فحنكون عم نخفف من هيدي. ورجعنا عملنا لها انت طبقنا الرول مره ثانيه، حتختفي هذه كلياتها، هيك ساعتها سهل نعمل انتجرال لهيدي. هلا حتفهموا شو عم بحكي هلا، لكن انا هلا حسمي الاي هذه، حسميها اي. طيب الاي بريم لكن شو حتكون الاي بريم؟ ديريفي لهيدي هي 2x بلس 1، ما هيك؟ طيب الفي انا حسميها، عفوا الفي بريم، انتبهوا، هون انا حسمينا هيدي الاي، هي ما بتسموها في، بتسموها في بريم، تبعتوا ليش؟ انه هون عنا اي في بريم، فالفي بريم هي اي ابسنس مون دي اكس، هذه هي الفي بريم. طيب الفي يعني كان عم نعمل انتجرال لهيدي. طيب شو الانتجرال لهيدي؟ نحن حافظين، اذا عندنا انتجرال للاي ابسنس تي، عم نعمل بريميتيف لها افترضنا، هي ايجال هي اي تي بلس كونستانت. طيب هي اذا تعطيني اي تي، بس هون اذا كان عندي شغله واحده تي مثلا او اكس او ايجريك او زد او شيء، بس هون عندنا موان دو مضروبه بموان دو مضروبه بكونستانت، فهيدي انا هون بعمل شيء اسمه شانجمون دي فاريبل. يعني اذا عم نعمل هون انتجرال للموان دو اكس دي اكس، هيدي شو جوابها؟ بعمل شانجمون دي فاريبل محل الموان دو اكس شو بسميها؟ تي. ليش؟ انه هيدي حافظينها، هيدي رول، هيدي رول للحفظ، فانا بدي اجي بدي اطبقها هون ما حقدر اطبقها دغري. ليش؟ انه هون الرقم هي موان دو مضروبه برقم، منا مثلا اكس كلها اكس لوحده او واي او تي تي، لا هي مضروبه برقم، مشان هيك بدي اعمل شيء اسمه شانجمون دي فاريابل محل المون دي اكس شو حسميها؟ بسميها تي. ها؟ لكن هيدا حسميها تي محل المون دي اكس، فلكن ديريفيل تي شو حتصير؟ هي مون دي دي اكس. طيب هنا هلا محل المون دي اكس بعمل مثل ما قلت لكم شانجمون دي فاريابل، هي حتصير انتجرال محل المون دي اكس شو حتصير؟ حتصير تي، ومحل الدي اكس بدي اشيل الدي اكس، فهون محل الدي اكس نحن كيف فيني طلع جواب دي اكس؟ نزل المون دي لتحت حتصير دي اكس شو هي؟ دي تي على موان دو، فمحل هون الدي اكس بحط. ليش؟ انه هون طالما هون تي مجبر يغير هون، ما فيني خليها اكس، فبغيرها من طريق هيدي. فتصير هون دي اكس محل الدي اكس شو بتصير؟ بشيلها شو بحط؟ بحط محلها هيدي هي دي تي على اسم المون دو. هلا المون دو حطلع على برا انا، تمام؟ فهلا حصلت على الشكل اللي انا بدي اياه، هيدي رول للحفاظ، فالانتجرال لهيدي شو هي؟ هي لك هون الانسر بدي حتضلها برا، والانتجرال لهيدي لوحدها نحن حافظينها هي اي تي وبليس كونستانت، اوكي؟ هلا برجع شو بعمل؟ بشيل
بشيل التاء وبرجع بحطها بإمتى؟ هلأ برجع بشيل التاء والتاء نحن مثلا منها مون دي اكس، هلأ برجع بحطها برجع برجعها ما انه ما الله مخليها تاء، لا برجع برجعها على إمتى، فبتصير بهذا الشكل. لكن بستنتج انه الانتجرال لهيدي شو بتسويها وارجيكم الاتاب كيف حليتها. لكن هون شو بتصير؟ لكن ايجال ليش انا عملنا انتجرال لهيدي، فشو بتصير؟ موان ان سو دو اي ابسونس مون دي اكس. طيب طيب هلا شو بدنا نعمل؟ جبنا الاي و اي بي، هلا نطبق هالرول، هلا نطبق لها هالرول، كيف نطبقها؟ لكن هون شو بتصير؟ انتجرال، لا عفوا بتصير اي فوا في من الاي هي ها هون ايجال، خليني اكتب الايجال فوق، انا بحس مساحه اللوحه تكون صغيره، هي اي فوا في من ال في هاي الفي شفتوها؟ فبنضربها بها موا، بحط موا ماينس انتجرال انتجرال لو بريم من لو بريم هي ها فوا الفي من الفي هي ها. طيب هلا هون انا ما عندي مشكله فيها محلوله، طب هيدا عندي مشكله فيها، كيف بدي اعملها انتجرال؟ كمان بلاحظ انه هون عندي شغله مضروبه بشغله، فبرجع بطبق نفس الرول اللي طبقتها فوق، انتبهنا؟ طبق نفس الرول، هلا مين بسمي اي؟ اكيد الافضل والاحسن بنسمي الاي، هي نسميها اي. انتبهنا؟ هي نسميها الاي، ليش؟ انه اذا هي الاي فالاي بريم شو حتصير؟ حتروح لاكس. فهون ساعتها حيصير سهل اعملها انتجرال. ليش؟ انه هي حتختفي، فحيصير سهل اعملها انتجرال. انتجرال. فلكن لكن هون شو بصير ايجال؟ هيدي بتضلها هي ذاتها اللي هي x2 plus x plus 1، هيدي بتضلها هي ذاتها موا. هلا بدي اشتغل على هيدي، هلا هاي كيف بشتغل عليها؟ مثل ما اتفقنا بنرجع بنطبق نفس الرول، هلا هون الاي حسميها هي dx plus 1، لكن الاي بريم مين هي؟ الاي بريم هي ايجال 2. طيب الفي بريم انتبهوا هون الفي بريم، الفي بريم مين هي؟ موا 1 سور 2 ام 2x، فالفي هي ايجال، خلينا نشوف اذا مبين على اللوح، منا مبين على اللوح، لكن هون هي في بريم كتر في بريم، فالفي شو بتصير؟ هلا المو ان سور 2 بتضلها برا، والانتجرال لهيدي لوحدها نحن حلينا من قبل، هي شو بتصير؟ بتصير مو ان سور 2 مرة ثانية، فوا مو ان سور 2. هلا انا هون حاختصر محل بدل الفي، هون مكتوب مو انسر دي فو مو انسر دي، فهون عندنا مو فو مو هي بليس وبضرب الدنيومتر ببعض فبتصير مو بتصير بليس انسر 4. حاختصرها هيك احسن يعني محل الفي. لكن هلا بحط كل شيء بقيمته، هون عندنا مو حفتح كروشيه، هلا هيدي مثل ما اتفقنا بنطبق الرول هيدي، لكن هون عندنا اي وفي، مين هي الاي؟ هي هي الاي فوا في، مين هي الفي؟ V هي مثل ما اتفقنا هي n سور 4 إلى أبسونس موا 2x، موا بحط موا ماينس انتجرال لو اي بريم من ال اي بريم هي 2 فوا V من ال V كمان هي n سور 4 فوا n سور 4. ضح محيهم ضفي داعي لهم هون ايجال، هلا هون حاختصر على نفسي، هون انا 2 هون 4 حامل سامبليفيه، فلكن بتروح الدو بفضل هون انسر دو، هلا انسر دو حطلع لبرا برات الانتجرال، فبتصير بهالشكل. طيب نحن حافظين، ليكو انا حاختصر مشان اختصر مشان مسحة اللوح، انتوا رجعوا انسخوها مرة ثانية، هلا محل الانتجرال لهيدي، رجعوا انتوا تكتبوا هيدي مرة ثانية، بس محل الانتجرال لهيدي نحن حليناه من قبل، شو بتطلع؟ بتطلع هيدي لوحدها، شفتوا هيدي لوحدها؟ انا حاشيلها وحط جوابها، شو جوابها؟ نحن حلينا من قبل، اجيكم كيف بنقدر نحلها؟ هي موا ان سور دو اي موا دو اكس. تمام؟ طيب هون عندي موا ان سور دو، موا ان سور دو بتصير بليس ان سور 4. لكن هون بليس انسر 4 ليش؟ انه مضرب الدو بالدو، هيك بكون اختصرت على نفسي انا.
دو اكس، هادي اكس. طيب هلا شو هلا؟ نسكر هذا. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ هلا حدخل الموال جوا انا، دخلوا الموال جوا، فهون شو بتصير؟ موا هون، وهون هذه موا وبليس بتصير هون موا ماينس. هلا بلاحظ انه انا هون بقدر اخذ فاكتور كوما الاي ابسنس موان دي، ليش؟ انه هون عندي هيدي بتنعد لوحدها، وهيدي ليش؟ انه مضروبه ببعضها، هي لوحدها وهي لوحدها وهي لوحدها. طيب شو فيني اخذ فاكتور كوما بين هيدي وهيدي وهيدي؟ فيني اخذ الان سور دو، فيني اخذ الموان ان سور دو، لكن خلص حمحي هيدي. طيب هلا انا شو فيني اخذ فاكتور كوما؟ فيني اخذ هون عنا موان، حياخذ الموان ان سور دو اي ابسونس موان دي اكس، حياخذها فاكتور كوما. شو بفضل هون؟ بفضل هذه اكس بليس دو بليس اكس. طيب انا اخذت الموان، طب اخذت الموان فاكتور كوما، فهيدي بتروح بتصير بليس. هون شو حيفضل؟ هون شو كتبت انا؟ ليش كتبت لكن هون قال لك مثل ما اتفقنا اخذت الموا انسر دي فاكتور كوما، رحت من هون لهون كنت روح الموا انسر دي، روحت الموا فبتصير بليس، انا اخذتها فاكتور كوما من برا كومن فاكتور. حفضل هيدي هون، وهون شو حيفضل؟ ما انا اخذت الانسر دي فاكتور كوما، ما هي الانسر كات شو هي انسر دي فوا انسر دي، يعني 1 اوفر 2 تايمز 1 اوفر 2، انا اخذت 1 اوفر 2 وحده، حيفضل 1 اوفر 2 ثانيه. لكن هون فوا ان فانسر دو، شفتوا؟ ليش؟ انه نحن اخذين فاكتور كوما الانسر دو، هون عندنا انسر 4، والانسر 4 هي انسر دو فوا انسر دو، 1 اوفر 2 تايمز 1 اوفر 2، فاخذت 1 اوفر 2 وحده، حيفضل 1 اوفر 2 ثانيه. موا كمان نفس الشيء هون، نحن اخذنا الموا فاكتور كوما، فلكن هون حيصير بليس. انتبهتوا؟ هلا الانسر 4 نحن مثل ما اتفقنا اخذنا انسر دو فاكتور كوما، فحيفضل انسر دو مره ثانيه. ليش؟ هيك. طيب هون بنسكر الكرشة. طيب هلا هون شو بصير هون؟ حاعمل كالكيل انا، حاعمل كالكيل هون، لكن هون الانسر دي حتفوت لجوا، حتطير هون الدو، وهون حتصير شو؟ بليس انسر دو. هلا هون عنا اكس دو بليس، عنا اكس اكس بليس اكس بصير بليس دو اكس، عنا بليس انسر دو بليس انسر دو. شفتوا ما احلى؟ هلا بس ما تنسوا اخر شيء، طالما هو عمل لي انتجرال بس منه محدد لي اياه من لوين، فاخر شيء انا اجبر احط بليس كونستانت، والاصغر تحطوه للكل بليس كونستانت، هون حطوا بليس كونستانت، تبعتوا حطوا هون بليس كونستانت. طيب هلا بس خليني اشوف الكاميرا. اوكي هلا بنجي لهون، عم يعطيني هذا السويت، يعطيني هذا السيكونس، يعطيني الايزيرا تاعيته، ويعطيني الاي ان بليس 1، وعامل لي انه هو كونفرجن، وعم يخبرني عم يخبر لي اذا كانت الاي ان اكبر من دو بدي اجيب الليميت. طب هو اذا كان كونفرجن فانا بعرف اذا كان السويت اللي معي السيكونس اللي معي اذا كان كونفرجن فدغري بعرف انه الليميت لما اكون انا رايح على الانفيني حيعطينا جواب كونستانت، حيعطينا رقم كونستانت، فهو بس اللي كونفرجن فبكتب هيدي انا عندي، هذا تحليلي هذا، انت معنا؟ ولانه هيدي لانه كونفرجن وهيدي فدغري بستنتج كمان انه عندنا الليميت للاي ان بلس 1 والان رايح على بلس لانفيني كمان بتعطيني ال، يعني الاي ان والاي ان بلس 1 كمان بيعطيني نفس الجواب هو كونستانت. فبيجي بجي انا شو بدي اطلع؟ بدي اطلع ال، طلب مننا نطلع الليميت، يعني بدنا نطلع ال، فبدخل الليميت لوين؟ على هيدي. دخلوها انتم ما شاء الله تلاميذ قسم ثاني، ما في داعي اكتبها، انتم اكتبوها اكتبوا، دخلوا الليميت هون ودخلوا الليميت هون ودخلوا الليميت هون، فالليميت للاي ان بلس 1 فشو بتصير محلها؟ بكتب محلها ال ايجال، دخلوا الليميت لهون، الليميت للاي ان، الليميت للاي ان هي ال، ليش؟ لان هي كونفرجنت، وعندي تروا فتصير تروا ال، موان كات، تحت كمان نفس الشيء، دخلوا الليميت لهون، الليميت للاي ان هي ال، فبتصير ال، موان دو. هلا هون بدي اعمل كالكيل رح تقدر تطلع ال ال، فبعمل هذه كروس ملتبلاي، طلع هيدي لفوق فبتصير ال، ال موان دو، ايجال تروا ال موان كات، شفتوا؟ طلع هي لفوق هيك. هلا بضربوا ببعض، عنا ال او كاري موان 2 ال ايجال 3 ال موان 4، بياخذ الايات. هلا بنلاحظ انها هي اكواسون دي سكوند ديجري، فبياخذهم كلهم قبل الايجال.
انا موان دي ال وخدوا 3 ال هون بصير موان 3 ال بصير موان ماينس 5 ال موان كانت خدوا 4 ال. هلا انا حسب مني ذاكر انا مطلع على الاجابه قبل ما حل حسب مني ذاكر بتطلع وال تطلع هلا انتم حلوا على الكالكولاتريس او جيبوا الديترمينون جيبوا الدلتا تطلع ال ان بتطلع ال او اور تطلع ال كات. هلا نحن لما بكون تطلع ال ال ان هلا انتم تاكدوا منها بعتقد هي الاجوبه بس اذا طلعت معي الرقم هون شو عامل لي هون الاي ان اكبر من دو ها وكمان فيرست اول رقم هو 3 مبلش من 3 فاكيد ال ال ما حكون جواب الليميت هو اصغر منها اصغر من 2 فهيدي شو ان اكسبتابل وهيدا حتكون اكسبتابل لانه اكبر من 2 وكمان اعطينا هو الاي 0 هي 3 كمان اذا بتنتبهوا فهي الاكسبتابل هيدي. طيب هلا هون بهالسؤال طلب منا نجيب نجيب اللير الاريا فشو عم يقول بتجيب الاريا بشوف شو عم يخبرنا مخبرني انه هيدا الكورب سي هو اف هو الكورب الكيرف للفونكسيون اف وهذا اللي رسمه بالازرق انا هو السي بريم يعني هو له علاقه بشو بالديريفي لها انه هو رسم الفونكسيون اف ورسم الديريفي تاعيتها يعني رسم الاف بريم هو تمام هاي الاف بريم واعطيني نقاط معينه وطلب مني اجيب الانتجرال بين الاف بريم انتبهوا تحديدا شو عم يقول لي بين الاف بريم هاي الاف بريم والاكس على الاكس هذا الاكس على الاكس فهون حصلت الشغله حصلت هون شفتوا يعني بين الاف بريم والاكس على الاكس وين حصلت هون او ممكن يكون مثلا هون بس هو شو عم يرجع يقول لي عم يقول لي كمان بين الانسر دي والان فخلص انا دغري اتاكد هلا ان حصلت هون لكن هي الشغله حصلت هون فانا بدي اجيب اللير لهيدي ليش هو عم يقول لي بين الديريفي بين الاف بريم وبين الاكس بنعرف كيف هي تعمل الاف بريم والاكس وين تحديدا ممكن يكون هون ممكن يكون هون بنعرف هون بس رجع قال لي بين الانسر دو والان فضغط اتاكدت انحصرت هون هي هون شفتوا انحصرت يعني هون اللاب لهيدي بدي اجيب انا لكن هلا هو شو عم يقول لي الاكسات هلا انا هون بدي احط الاكسات طب الاكس بيطلع الاكس على الاكس بين مين ومين الاكس على الاكس فبطلع هيك انا فهمتوا طب هي بين مين وبين بين الانسر دو والان فهي بين الانسر دو والان شفتوا هلا هون بحط الايجريك يعني بتطلع هيك هلا انا كانت عم بطلع هيك حتى اقدر اجيب حتى اقدر احدد الانتجرال فوق وتحت شو هو فبتطلع هيك انا انه هي بين مين ومين من الانسر دو والان هلا لحتى اقدر اكتب هون الجواب اعرف شو هو بدي اطلع هيك هلا انا فبتطلع هيك هي بين مين ومين بتطلع من فوق اول شيء من فوق شو هو شو الاكواسيون تاعته بس بدي اكتبها ايجريك ايجال هذه ايجريك ايجال شو اللي فوق الاكس على الاكس هو ايجريك ايجال شو هو ايجريك ايجال 0 فهي 0 موا هيدي رولا حفظ انا متى ما عم بعمل بتعمله فبتكتبوا الايكواسيون اللي فوق شو الايكواسيون اللي فوق هو تاع الاكس على الاكس اللي فوقونيه ما تركم تطلعوا هيك هلا انتم اللي فوقوني هي الاكس على الاكس طب هنا الايكواسيون تاعته هو ايجريك ايجال 0 اعطينا دائما الاكس على الاكس والواي ايكوال 0 فمشان احط 0 وحطوا موا دائما تحطوا موا موا هلا بتطلعوا اللي تحت التحت التحت هيدي تاعت مين هيدي تاعت مين تاعت الاف بريم فهي موا اف بريم اكس ديك شفتوا كيف حليناها كيف حددناها شو اسمه لكن هون ما في داعي للزيرو فراح اشيل الزيرو والمو حطلع على برا شفتوا كيف حتصير هلا بكل بساطه كثير سهله هلا انا انتجرال وديريفي حيروحوا بعض فهون صار كان شو حتصير مو انتجرال وديريفي حيروحوا بعض حيصير عندنا اف اكس للان انسر دو لكن هون ايجال مو بفتح كروشيه انا بحط اف ان موا دائما هذه رولا حفظ بلش من فوق بلش من فوق اف ان موا اف لمين الانسر دو هلا الموا فوت لجوا اذا فاتت الموا لجوا حتصير شو اف للانسر دو موا اف ان هلا الاف للانسر دو شو هي الاف للانسر دو هاي هي الانسر دو لما كانت الاكس انسر دو طولوا بالكم شوي لما كانت الاكس انسر دو هون شو عندنا طب لما كانت الاف ان عفوا انا فرط دور الامور براسي غلط هون احنا بدنا نرجع عند الاف انا على فكره براسي كان عم فكر بالاف بريم انه ولا عم بطلع الاف بريم لا هون بدي اطلع الاف انا هون مكتوب اف فهون الاف للانسر دو ما هون الانسر دو الاف تاعتها فبدي اطلع عند الاف ما بطلع انا براسي هلا من شوي صفنت شوي ليش
انا كانت عم نزلها على الاف بريم، فاستغربت انه مني كاتب رقم هون، شو الاف تاعتها؟ لا نحن هون مكتوب اف، فهون ما عندنا الانسر ده الاكس انسر ده، فبدي اطلع عند الاف، عند الاف بدي اطلع عند الاف، مين الاف؟ هاي الرسمه بالاسود. طيب الاف للانسر ده شو هي؟ بعمل هيك بروجيكسيون، برجع البروجيكسيون على الاكس على الايكغيك على الواي، هي شو هي؟ ان، فهي ان موا الاف للان، هيدي الاكس ان، ما هيدي الاكس ان، وين بروح بطلع عند الاف، مين الاف؟ هي الرسمه بالاسود، هيدي الاف، فبطلع هيك بيجي هيك، فهي انسر دو او. طيب هون بدي احط يونيتي، طالع عم جيب لير انا، اليونيتي هي يا سنتيمتر او كاري، يعني سنتيمتر سكوير سنتيمتر او متر او كاري، يعني متر بوسونس او كاري او كيلو متر او كاري، انا وش انا ده لير، بس هو ممنوع يعطيني، ممنوع يعطيني اذا هيدي سنتيمتر او متر او مليمتر او، فخلص بسميها هي او او كاري، هذه اليونيتي تاعيتها. قلت له انا الرسم اللي رسمها هم منها دقيقه كثير، اذا تطلعوا تطلعوا على الاف للانسر دي، الاف هي الانسر دي، انا كنت عم بطلع لها هي ان، لا انا رسمتي منها كثير ضائعه، طلعوا على الرسمه تاعت المسابقه تاعت السيسيون، الاف للانسر دي بدكم تطلعوا لفوق لفوق لفوق، هي شو؟ هي انسر دي او موا ماينس الاف للان، هي الان الاف تاعتها هي ان، شفتوا؟ فرسمة ما كانت كثير ضائعه، مشان هيك ما كل فكره انه الانسر دي هي عند الان، لا هي الانسر دي لوين؟ كنت عامل بروجيكسيون، هي لوين؟ اذا بتعملوا اذا بتطلعوا لفوق حتوصلوا لهون، فهي شو انسر دي او؟ فخلص هيك.